أوجه رسالة واضحة إلى جميع مشايخ ووجهاء محافظات الوسط والجنوب، داعيا برسالتنا لكم الوقوف صفا واحدا لإنقاذ البلد من هذا المنعطف الخدير والمؤامرة التي ارتكبت بحق الشعب العراقي من قبل دول أجنبية وعربية مجاورة للبلاد لا تريد الاستقرار والعيش الكريم لشعبنا. يا من ذكرتكم بهذه الرسالة إنقاذ البلاد وشعبنا من هذا المنزلق الخطير قبل الضياع، وعليكم تحمل المسؤولية كونكم كبار قوم، أنتم المسؤولين. أما الحكومة العراقية لا تريد أن تبني وطن وتسعد شعب. رسالتنا من هذا من محافظة ذيقار أن تتجمعوا نصرة المتظاهرين لإرجاع الحق وإخراج الحق وإخراج الفاسدين من الحكومة العراقية ومحاسبة من تسبب بقتل المظاهرين. رسالتنا واضحة، وعسى شيوخ العشائر أن تحضر مؤتمر تحضر لإنقاذ البلد من هذا، والسلام عليكم. البارحة احنا قاعدين على التلفزيون وطلع ببرنامج كريم خلف، اللواء الركن كريم خلف، الركن يعني ماجستير علوم عسكرية، ما عنده اسلوب مهني وموش اخلاق ركن. هاي اخلاق ركن، انت لا تطبل للاحزاب والدولة، احكي الحقيقة، انت مسؤول امام الله، باشر وراك الظلم، ما حد يفيدك، والله ما حد يفيدك، لا يفيدك عادل مهدي ولا يفيدك منا، والله شوالاتك تلفن معاهم بس انكضك يا كريم الخلف، تتجاوز وتغلش، ماكو شهداء. البارحه الشهداء وصلوا 10 يا استاذ عبد الكريم يا ابن خلف، انت شمالك تهورت؟ لان ما عندك وسيله صحيحه وعندك صدق تحكي بيه، تحكي لي منا يجيك منا، يحصرك منا تاليات تعوم السماعه وتنهزم، والله انت ضعيف وانت نكره وانت ما عندك شخصيه، واهل الناصريه والعراقيين يحاسبونك. عبد الكريم خلف ذيك الايام انت كنت ناطق، ليش طلعوك؟ لان ما حكيت على عبد المهدي على شغله الزويه، فكافاك ابن ولايتنا الشريف، هذا ابوه شريف بس هو عليه من طلع عادل عبد المهدي، عادل والله مع كل الاسف يا عادل نحاسبك اهل الناصريه. وديت الفريق الركن جميل الشمر، هو ابن ولايتنا، إن حسابه يا إذا أنتم مغرسين وضامنه نندل إحنا وين الحكومة يكون الطلعة عليه، إلقاء قبض من أعلى معلكة محكمة سناف الناصرية، إلقاء قبض وعدم السفر خارج الحدود، وين ضميتوه؟ ما هاي ما تمشي علينا، إحنا أولاد 120 واحد شهداء من الناصرية، طيور بعمر الورد مطرتوهم ذبايح، والله لن تذهب دماؤهم سدى ما دامك عقل على الروس، والله نحاسبكم على الشاردة والوالدة، نحاسبكم على الصغيرة والكبيرة، وما قاله سيدي ومولاي أبو عبد الله الحسين، هيهات منا الذلة، ومن مثلنا لا يبايع من مثلكم، يا دجالين يا فاسدين يا ذيول يا نكرة يا غير معروفين الأصل. نحن أبناء الناصرية الغيارة، ما زلنا مستمرين في تصعيدنا السلمي لليوم الثاني على التوالي، وما زلنا مستمرين لحين تحقيق جميع مطالبنا. مطالبنا هي أولاً أن يكون رئيس مستقل لتلبية جميع مطالب المتظاهرين. ثانياً، من المعيب جداً في هذا الوضع الراهن أن يقوم مجلس النواب بطلب إجازة لمدة شهر. يعني شنو هاي؟ والله العظيم هذا استخفاف في الشعب العراقي. كذلك نرفض جميع القمع والعنف للمتظاهرين، ونطالب القوات الأمنية بحمايتنا. كذلك
نشكر الجهود الغفيرة من أبناء الناصرية وكذلك العشائر عشيرة الغزي والبدور والزيرة وجميع الناصرية عشائر الناصرية الغيارة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ما الحكومة استجابت المطالبنا، وهي أعتقد مطالب بسيطة مو صعبة، المطالب رئيس وزراء مستقل، المصادقة على قانون الانتخابات، زين تقديم جميل الشمل العدالة أو كل من ارتكب بحق شهداء أهل الناصرية. مهلة وطن تعتبر مهلة العراق وليس مهلة ذيقار، لأن ذيقار أم شهداء جسر الزيتون البالغ في يوم واحد، مجزرة تمت في يوم واحد في صباح يوم 19/11/2019 قام بها المجرم جميل الشمري، وحفنا من المجرمين بدفع من أمانة مجلس الوزراء سواء درى عادل عبد المهدي أو لم يعرف. إذن هو يعرف، إذا ما يدري عرب الشهداء، هذا واحد. الشيء الثاني مهلة وطن، إخواني أوصل صوتي إلى محافظاتنا، البارحة أنا شفت ديالة قطعة الطرق وظهرت ويانا أناشد كركوك وأناشد الموصل وأناشد الأنباط وأناشد محافظات صلاح الدين، هذا عراق واحد، يبدو من ميناء خور الزبير ومن ميناء المعقل ومن ميناء أم قصر إلى آخر نقطة في ساخو. الشعب العراقي أبدأ في ثورة، وثورة إصلاحية وثورة سلمية، يجب أن يستمر ولا أن يتنازل حتى يخرج هؤلاء المجرمين والخونة الذي جاءت بهم أمريكا واليوم يسمونها بالمحتل. أين كانوا هما؟ كانوا في حذالات المجتمع، كانوا متسولين في سوريا وفي إيران وفي الدول الخارجية، والآن هم أصحاب السيادة، أولادهم بالسفارات وأولادهم بالوزارات وأولادهم بالوظائف، ولديهم جامعات أهلية ولديهم مدارس ولديهم مولات ولديهم صهاريج النفط الوقف هاي كلهم للأحزاب هاي اللي قطعناها. وولدنا خريج كلية هندسة عنده ستوتة مال رقي، خريج كلية العلوم عنده ستوتة يبيعها يبيع خس. هذا الشباب الورود، هاي شباب خريجين الكليات. أناشد إخوان الشباب وكل شباب العراق أن يتحلون بالسلمية وأن ينصروا هذه الثورة البيضاء، هذه ثورة لا وجود لها في تاريخ العالم، أن يسجلوا على أسطر من نور هاي مساهماتكم. أنا أدعو كجميع الشعب العراقي الذين لم يشاركوا أن يساندونا، لأنهم عراقيون خوش ولأنهم يحملون الجنسية العراقية. أما بالنسبة إلى تشكيل الحكومة، لا يجوز شخص غير عراقي غير عراقي غير عراقي لا يحمل أي جنسية أو أجندة أو ولا إلى أي دولة أن يتصرف بأمور البلاد. إن الشعب واعي والجماهير واعية والعراق واعي، وليس العراق ما بي مهندسين ولا بي قضاة ولا بي أساتذة حتى يجيبون لتوفيق علاوي ويجيبون لعلي الشكري ويجيبون للوزراء الفاسدين، جربناهم، هيهات من هؤلاء الأقسام. أن نريد رئيس وزراء عراقي بامتياز مهما يكون، شيعي سني صبي يزيدي عراقي يحمل راية الله أكبر ويحمل الوطن وينتصر. وأنا أناشد إخواني هذي قار، إخواني خلوا عوائل الشهداء، شهداء جسر الزيتون وصور الشهداء تصدر جسر فهد. إخواني 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 اسمعني إخواني، هذه الثورة لو مو جسر الزيتون ما انتصرت، لو ما الناصرية لو ما انتصرت. مهلة الناصرية مهلة وطن، مهلة عراق المدوين في سماء، هذا واحد. وأريد أن تكون جريمة جميل الشمري بجسر الزيتون جريمة إبادة ضد الإنسانية، تدون في محافل الأمم المتحدة وفي منظمة العفو الدولية ومنظمة لاهاي وكل المنظمات الإنسانية. خوش، وأنا أوصي إخواني أنتم وولدي إخواني بالسلمية، ترى السلمية نتصل بها، لأن أعدائنا يدورون عليه الزلة، الأحزاب يدورون عليه زلة، حرقوا تايار، قفلوا مدرسة، يدورون علينا السوالف التعبانة. اتحلوا بالثقافة والسلمية سوف تنتصرون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا غدا ها،
فوج المهمات قتل ولدني برئاسة المقدم جميل جميل ناصر خلف الشمري، ولحد الآن ما حد تم القبض عليه، لحد الآن يعطونا جائزة مرضية ويسوفون به، ليش ما تم القبض عليه؟ احنا نطالب بالقبض عليه والمحاكمته يوم 11/11 نقلوا الفوج حتى يسوفون الشغلة، وها كلها عندنا علم بها احنا، والمحاكم والقانون من سهل وياه وغفو عرق بتعقيد. قدمين دعاوي المحكمة، والمحكمة حولتنا على اللجان، واللجان من نوبي شلون اللجان يا ابو حمد يعني ضابط وضابط يا اخي من نوبي نريد محاكمتي. اليوم الثاني على قطع السريع الدولي، وطبعا السريع الدولي انتم تعرفون مثل ما تعرفون انه يعتبر شريان العراق، فاحنا القطع مالتنا يتكون من قطع ناقلات النفط ومشتقاته وناقل التريلات يعني الشاحنات اللي محمله المواد الاخرى غير المواد الغذائيه، مثلا يعني البارحه مثلا جت السيارات محمله رادياترات هاي ما عبرناها جايه من الميناء. الغرض من هذا القطع كله انه شنو؟ توقيف حركة الميناء،
بالاضافه ناقلات النفط متوقف هنا، راح تصير حركه الشارع العراقي على من توجه مثلا انت تصور باكر راح البنزين يصير اللتر ب 2000 دينار. فهي حركه جزء ايجابيه انه الشارع راح ينهض كله، يعني انه العراق 40 مليون اللي اذا احسب طالعين المظاهرات يجوز بهم مليون او مليونين، الباقي الناس كل من ما موجود ما جاي نشوفه. فاحنا هاي الحركه هي حركه تصعيديه تامه، تصعيديه لغرض المطالب، البرلمان يسوف بالمطالب، رئاسه الجمهوريه بعد هي قانون انتخابات قرروه ما عرفنا صار على الدوائر متعدده على الكثافه السكانيه ام كل محافظه كم دائره، ما صار علم عندنا لحد الان، ما عرفنا اي شنو اللي راح يصير. الموعد مال الانتخابات مبكره يمتى هم ما جاي نعرف. فانه هذا التصعيد او هذا القطع اذا ترجع له بالاصل هي الدوله اللي زادت طموحنا، ليش؟ لان هاي المماطله والتسويف هي اللي سببت قطع مدارس، قطع دوائر، قطع سريع، ايقاف شاحنات، هاي كلها سببها الدوله بصوره مباشره يعني. واحنا مستمرين هنا، اذا ما صار خلال هاي اليومين او الثلاثه اي استجابه من البرلمان راح يكون هنالك قطع تام، شل تام للحركه التجاريه. بحيث اليوم احنا جايين نعبر الشاحنات، ناقله الغذاء، التكاسي الجاية من المحافظات، حركة طبيعية، الناس اللي حالتها خطرة، اللي عنده جنازة، اللي عنده أمور مستحصية جايين عبره، باكر أو عقبة إنه هاي السيارات ما راح تعبر، راح يصير قطع تام بحيث تعبر الجنازة والمحالة المرضية. أما اليوم شاحنات العلاج تعبر، أبر الإنسولين كذا، فأمور كلها جاي تعبر حاليا. بعد يومين ثلاثة إذا ماكو أي استجابة راح يكون انقطع تام لكل العجلات. كيف يعني للسياسيين بطوا هاي المماطلات وهاي المراوغة. احنا بدينا هذا الشهر الرابع كل ما الدسون فالدسيسة ضد المتظاهرين، المتظاهرين يزداد همتهم وزودهم ومعنوياتهم. قتلتوا من عندهم واحد اثنين ثلاثة مية، اصبحوا متواجدين الاف المؤلفة. كنتوا تدسون على انه دوام المدارس مثلا فتح مراكز اخرى من الدوامات، هذا هم انتهى، فيلمكم انتهى مثل ما يقول. احنا نقول لكم ارجعوا الى عقل الصحيح حتى تكون عندكم لربما ذره من المراجعات بتاريخكم. انتم جئتم الى البلاد من اجل الثروه والسلطه، من اجل ايد تبطش وايد تقتل، وهذا كفاكم عيب. احنا نريد مطالبنا، مطالبنا هي جدا بسيطة. أول مرة ترشيح رئيس وزراء وطني عادل يحمل عقل نير، بعيد عن التكتلات، بعيد عن المحاصصة، بعيد عن الأعراف الباقية. اثنين نريد انتخابات مبكرة، ها عيني. وبالنسبة لها ثلاثة نريد محاكم من رئيس وزراء الجديد هو اللي يخلونه، محاكمة قتلت المتظاهرين ومن ضمنهم كل محافظات ومن ضمنهم محافظة ذي قار اللي أجرم بها جميل الشمري والدخيلي في نفس الوقت، ها عيني، دول الموجودين.
ثلاثة أن تكون هناك على البرلمان يسرع بالقرارات ويحن نفسه يحن نفسه. فهاي الطرق اللي يريد نوصل لها ونكون شعاب مثل الشعوب الباقية المتحررة والراقية متابعة العلم والمعرفة. الناس تهيئ أولادها إلى العلم والمعرفة وإحنا نهيهم إلى القتل. شنو يعني شنو المأساة؟ بالنسبة إلى قطع الطريق العام اللي يربط ما بين المحافظات الغربية والمحافظات الوسطى بالمحافظات الجنوبية وكل المحافظات طبقت مهلة الناصرية اليوم وبكرة وكم يوم وبعدين ناخذ تصعيد آخر. احنا هنا على جسر الفهد نرحب باخواننا المتظاهرين السلميين، ودائما قبيلة البدور من القبائل العريقة تؤيد وتؤازر المظاهرات السلمية. نشد على ايدي المتظاهرين ونطلب منهم السلمية في كل الاحوال. يجب الحفاظ على امن وطننا، يجب الحفاظ على ابنائنا، يجب مساندة القوات الامنية بكل صنوفها، يجب الحفاظ على الممتلكات العامة، وأيضا المطالبة بالحقوق هي واجب شرعي، ونبغى نطالب حقوقنا ونبغى نساند أبنائنا اللي يطالبون بحقوقهم. احنا هنا دورنا ودور شيوخنا الكرام نحن نساند أبنائنا، نساعدهم، نوقف معاهم وندليهم على الدرب. احنا بالنسبة لنا نآزرهم في حال السلمية، احنا نريدها سلمية وتبقى سلمية وتبقى حقوقنا سلمية ونطالب بها لآخر يوم بعمرنا. نوصل صوتنا للحكومة أو الدولة أو الحكومة الموجودة. الدولة هو العراق والحكومة اللي تمثل القانون، إن يستعجلون يستجيبون المطالب هذه الناس لا يطول وقوفها، لأن احنا نعرف أهمية هذا الطريق. هذا الطريق هو الشريان الرئيسي، الطريق السريع، الشريان الرئيسي اللي يربط بين موانئ العراق محافظات العاصمة الحبيبة بغداد. فنحن نترجى الاستجابة في تعيين رئيس وزراء على مواصفات مطالب المتظاهرين والشعب العراقي كاف. كفاكم تسويف، كفاكم مماطلة. هذا الوطن وطن الجميع، وطننا وطنكم، سواء كنتم بالحكومة أو غير الحكومة، هو هذا الوطن يشمل الجميع. يا أخوي جيت ولزمت الحكم، وهاي جماهيركم وناسكم. أنتم جوحتم مناطقكم، جوحتوا جماهيركم، جوحتم محافظاتكم اللي لا أنتم ولا غيركم يمن عليهم، لأن هاي ثرواتهم وهذا نفطهم والأكثر وأغلب الثروات والموارد اليوم للعراق هي من مناطق الجنوب والوسط اللي هي تحتوي على الآبار البترول. احنا شو نريد؟ نريد دولة، نريد احنا من الداعي نقول نريد وطن. انا اريد وطن ونريد دولة مستقلة، لا ولاها لاقليمي ولا ولاها لامريكا. هذا احنا اللي نطالب فيه. احنا مو طلعنا نطالب تخريب وطن، لا، احنا نريد وطن عزيز كريم
والله ثروات الموجودة بالعراق ما تخلي العراقيين أو المناطق عندنا مثل أهل ذي قار يروحون يشتغلون حمال ببغداد. وهو شوف الآبار هاي ديرة البدور هسه، شوف ده أراضي البدور، وشوف النفط الموجود بالقطيعة، شوف النفط الموجود. يعني هل من المعقل يتظاهر أبناء العراق ما عندهم والله لا وظائف ولا عندهم عمل ولا، وهذا النفط لو صعدت على جسر وشوف النفط اللي بالقطيعة يكفي المناطق الجنوب كلها. هذه المظاهرة التي جاءت من أجل مطالب وطن، مطالب حقه، وإن شاء الله المتظاهرين باقين هنا حتى تحقيق كافة المطالب والتي جاءوا من أول يوم ينادون بها، والتي انطلقت من الحبوبي حتى جسر فهد هذا الذي هو جسر الطريق الدولي. وإن شاء الله ستتحقق المطالب ولن نتخاذل أبدا إن شاء الله، وسنقف معهم حتى آخر قطرة دم في نفوسنا إن شاء الله، والنصر آتي بحول الله. نحن عوائل شهداء الناصرية، عوائل شهداء ذي قار، ذي قار الإباء والصمود والشموخ والكرم والجود، ذي قار المعطاء. نحن عوائل الشهداء اليوم حاضرين، واليوم الثاني مع أبنائنا المتظاهرين السلميين مو على طريق الدولي، طريق السريع الرابط بين بغداد والبصرة، لمطالبتهم بحقوقهم المشروعة وهي العيش الكريم وعادة وطن مسلوب الإرادة والسيادة. ونحن مع أبنائنا السلميين بمطلبهم الرئيسي وهو نهاية الأحزاب الفاسدة والحكم الجائر هذا المبني على المحاصصة، وعادة كتابة الدستور وصياغته من جديد، وانتخابات حرة نزيهة بإشراف الأمم المتحدة. كما نطالب القوات الأمنية المتمثلة باللواء ريسان قائد شرطة ذي قار بتقديم المجرمين وعدم التسويف بقضايانا نحن آباء الشهداء، وتستر على القاتلين، والتعاون مع الجهات المعنية من العدالة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة لليوم الثاني على التوالي يتواجد المتظاهرون والمحتجون من أبناء محافظة ذي قار على الطريق السريع قرب جسر فهد، وهي الخطوة التصعيدية اللي أعلنت عنها مدينة الناصرية التي سميت مهلة الناصرية مهلة وطن. اليوم تنسيقية أبناء قضاء الفهود
يتآزرون مع أبناء الناصرية ويتواجدون في هذا المكان تضامنا مع هذه الحملة التي أطلقت من قبل ساحة الحبوبي حتى تفاعلت معها جميع الساحات في الوسط والجنوب. فلذلك حينما نتواجد في هذا المكان نحن نشارك أخوتنا المتظاهرين والمعتجين الذين أعلنوا عن هذه المهلة كخطوة سلمية تصعيدية للضغط على الحكومة لتحقيق المطالب المشروعة التي ناشد بها المتظاهر منذ 1 تشرين. لا نغادر هذا المكان حتى تحقيق آخر مطلب من مطالب المتظاهرين والمعتجين، وهي المطالب المعلنة والتي أصبحت الحكومة على بينة من هذه المطالب لا تتجاوز 3 مطالب، هو تشكيل أو إعلان رئيس حكومة مستقل غير جدلي، وحل البرلمان، والإعلان عن انتخابات مبكرة. حين ذاك يعود الوطن إلى المتظاهرين وكل يعود إلى منزله وإلى عمله. ثورة الشعب ثورة بيضاء خالية من الولاء، انتفض الشعب، لا يريد حكومة أحزاب، يريد حكومة أمان، حكومة وطنية خالية من المحاصصة، يد واحدة، كل شخص يأخذ حقه ويعيش حياة حرة كريمة. الشعب العراقي شعب أصيل، شعب عريق، امتدت حضارته إلى آلاف السنين وعلم الإنسانية كافة المعارف. إنها ثورة حتى النصر، وإن النصر قريب يكاد أن نراه، ولتقطع رؤوس أقزام السياسة وسراق المال العام الذين ركبوا الموجة واستغلوا فرص الهوان التي مر بها العراق، وليخرج العراقيون من بين الإنقاذ لتعلو رايته مرة أخرى خفاقة على أيدي أبنائه البررة. عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق. تصعيداتنا مستمرة يا أيها الفاسدون اللعناء الذين لم يحققوا مطالب الشعب. هنا جلسنا على السريع الدولي لقطع كافة الطرق إن شاء الله بالطرق السلمية، وإن شاء الله ستكون لنا تصعيدات، يعني الطرق احتمال نقطعها عن كل اليوم دخلنا بس الطماطة والأكل وغيره، لا عدنا تصعيداتنا بالطرق السلمية، لأن مواطلتكم تعبتنا كلش، أنطينا هواي شهداء، محافظة ذيقار هواي أنطت شهداء. إحنا من نقعد هنا شنو، أنا كاتن البرد وكاتن الضيم، وانت قاعد برهم صالح، حضرت برهم صالح البارحة يقول لي الخميس أخليها أشكل رئيس وزراء. إحنا ما طالعين أولا فقط على رئيس وزراء، إن شاء الله أحزابكم لن تبقى وفسادكم لن يدوم. الشعب العراقي وعى والصحة
وعرف منه اللي ضده ومنه اللي وياه. وإن شاء الله طالعين القضاء على الأحزاب. Let's go.